ثالثة الثلاثية اكتملت الحمد لله. انا قبل اي كلام بقى حابب اطمن طبعا على واحد من نجوم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بنتمنى له السلامة، طاهر محمد طاهر الف سلامة عليك. لان انت عارف العين متوقع ان يبقى في حاجة زي كده لكن صعبة، والامر كان صعب جدا عليك، لكن اول مباراة ليك مباراة جيدة جدا ببطولة، وده امر كان مهم جدا هتفرق معاك على المستوى الشخصي. الف مبروك لقطر. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله يعني ما كانش ليا نصيب ان انا اكمل المباراه يعني، بس الحمد لله كهربا نزل وقدر انه يجيب جون، فدي حاجه يعني كويسه. يكون عندك اكتر من لعيب بره على الدكه يكون حل، فهي دي الفرقه يعني الفرقه البطولات يعني اللي يكون عندها دايما الحلول بره يعني اللي بره زي جوه. والحمد لله البطوله يعني مع النادي الاهلي طبعا حاجه كبيره يعني حاجه هتتحسب لي في التاريخ يعني اول بطوله، وانا قلت السنه دي ان شاء الله انا حلمي ان انا احقق اكتر بطولات مع النادي الاهلي، وهم الحمد لله يعني السنه دي لحد دلوقتي 3 بطولات ولسه في بطولتين كمان، فان شاء الله يعني الاهلي السنه دي ياخد كل البطولات يعني ان شاء الله. الفتره الجايه جمهور مستني منك كتير جدا ومستني من كل لعيبه بشكل كبير جدا، رسالتك ايه لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيساند وبيدعم وعنده ثقه كبيره جدا في قطر؟ لا طبعا بقول لجمهور النادي الاهلي اول حاجه مبروك طبعا على 3 بطولات، وتاني حاجه بقول لهم يعني لسه في كتير ان شاء الله لعيبه يعني على اعلى مستوى، ومعانا مدرب كبير يعني مستر بيتسو، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونقدر نبسط الجماهير ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن.